تحت الوقت معكم اليوماكو كتابة سوقة تتسجدت وكما فيديو جديد من اليوم بلعب مشوار الاحتراف معاكم. اوكي يا جماعة، فحاليا بدق والحين عندنا مباراة بلد الوليد وانا لعبت تمرين ماكواليس وجبت في اثنينتهم ايه يلا ندخل الى المباراة. مباراة خارج ملعبنا وانا اساسي، فيلا ليتس جو. اوكي دخل ارضية الملعب ريال مدريد، بلد الوليد ضد ريال مدريد في الليغا. هذه اجمل تحيه مني محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات هذه المباراه، واللي نتمنى بان تكون على قدر الطموحات والتوقعات ونشاهد وجبه كرويه دسمه من الفريقين. والحين اسكو واحد من افضل اللاعبين في العالم، لاعب يشكل تهديد بشكل دائم لاي فريق خصم، من اصحاب المهارات، من اصحاب الحلول. لاعب ما تستطيع مراقبته في لقطه واحده قد مايكا. هاي كانت تخلص من حتى تسديد لو كانت كاذن حارس حتى كروس هاي كانت حتى تسديد ومرة ثانية لكن الحارس هاي كانت حتى تسديد السيئة جدا فهذا غيرت البلد. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. توني كروس تلعب لأليكس هانتر وكان تسديد الأفضل أسينسيو روعة في التسديد. أليكس هانتر تسديد الأفضل كانت قريبة من المرمى لكن أسينسيو فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن بمبدأ الأمان خلص المدافع. أليكس هانتر تسديد الأفضل اسكو على تكامل توني كروس ضغط مستمر تبادل الكرات محاولة لي كيف الشوط الأول 1-0 فأليكس هانتر سجل في نهاية الشوط. يلا ليتس جو للشوط الثاني. ريال مدريد تدخل في وقت ثاني خلص الكرة عن منطقته بلينية بالثانية خلف المدافعين. هيكا أليكس هانتر تسديدة لخارج أرضية الملعب. اوكي اوكي شوف الرياكشن من مسافة وكا اليكس هانتر فوق المرمى. حلوة الفكرة لكن التنفيذ وكا اليكس هانتر تسديدة لخارج أرضية الملعب لجماهير نهاية المباراة. مارسيلو وكا مارسيلو وكا يتقدم بالكرة
أليكساندر تسديد ممتاز التصديم لم تنتهي الخطورة فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء عرضية على القائم الثاني عرضية فرصة ما زالت قائمة كرة مقطوعة بالتمريرة السيئة ما ثاني وهيكا هيكا لكن باسكيز أخطأ فيها أوكي اوكي تتعب بقى اثنين صفر ومصلحة ريال مدريد قدموا اداء كبيرا في مباراة اليوم وظهروا بشخصية قوية على ارضية الملعب قدم مباراة جيدة بالنسبة لاداء الكسانتر في هذه المباراة سجلنا هدفين فقط ايضا عزمة من البداية على صناعة الفارق نجح في تسجيل هدفين وساهم ايضا في فوز الفريق واو اوكي ف كده انتهينا من المباراة وتصويبة خطيرة ركنية لريال مدريد توني كروس ضغط مستمر تبادل الكرات محاولة الإيجاب هذه تصويبة وهذا هو الهدف الأول وهذا الهدف مارسيلو أسينسيو كرة بتصل خلف الدفاع اوكي اعطيه 7000 عشان بالي لعبته وحصلت 5000 من الاهداف اللي سجلتها ف ارجعلكم بعدين هذا اخوان في نفس الملعب اجل سيكون الامر مميزا سيكون هذا مايكل كيف حاله لديه في سجلاته ذا ويليامز الأيقونة العالمية في رأيك كيف حاله؟ أرسل له تحياتي إذا شعرت بالرغبة حسناً إلى اللقاء رفيق اتفقنا أليكس هناك حدث قلال العنصرية للفيفا يقام هذا الشهر في مدريد وأنت مدعو لحضوره سيحضر الحدث نجوم كبار نيمار دي بروينو رونالدو يجب أن تحضره تم تالياً فكر في العمل الخيري الذي تريد أن تتبرع له سأحضر لقاءً بعد التدريب للإعلان عن العمل حسناً وبعدها نفكر جدياً في علاماتك التجارية اقتربت جلسة التصوير وعلينا الاتفاق على شعارك قبلها سبقتك فعلاً؟ والدتي تعمل كمصممة محترفة كانت تعمل في شركة وكنت أفكر أنها يمكن أن تنضم لنا وتنفذ التصميم فكرة مثيرة لكن ربما شخص أكثر دراية خبرتها أعوام في كرة القدم منذ أن قابلت والدي ولا أحد يعرفني أكثر منها الأمر مثالي أجل أمي حاليا عندنا تموين فالتموين أكيد سويت كيب ف اوكي فلنسجل بعض الاهداف اوكي ابن التمرينين سيد هانتر تركيزك وتصميمك اليوم كانا مثالا لنا جميعا شكرا لك يعني توقع حاليا بيعطوا كاتسين اتوقع لان يعني الوكيلة قالت ان بيكون في اجتماع بعد التدريب ف يعني بقى اوكي
اوكي يعني انا بلعب اساسي في المباراة، وبتكون ايضا في ملعبنا خارج ملعبنا. اوكي دخل ارضية الملعب. ختافي ضد ريال مدريد في كل مكان. هذه المباراة من محدثكم فارس حواوي من ملعب الفونسو بيريز هنا في مدينة ختافي. في ختافي لقاء كبير يوم لنادي العاصمة الإسبانية ختافي ضد نادي المرينج ريال مدريد. ختافي بيلعب ريال مدريد، وأليك سانتا سجل هدفين في المباراة الماضية من 15 تسديدة. تخيلوا يا جماعة 15 تسديدة من هدفين فقط. أوكي دخول لعبة أرضية الملعب و راح ملعب. أوكي نقاشات كثيرة حول أسلوب لعب الفريق. أسلوب متحفظ بالتأكيد، لا يحاول أن يتقدم الهجوم أو أن يأخذ زمام المبادرة، ويعتمد اعتماد كلي على دفاعه وعلى تمركزه بشكل يضمن للفاعلية الدفاعية. ماي جاد سانتو تسديده كان مفروض تسدد تسديده بارع. فرانشيسكو اسكو بايكا تويت كعاد عليك سانتو تسديده قاعدة كره الى خارج المرمى. عليك سانتو تسديده من فوق المرمى. كان ممكن يلعبها براحة اكثر وتركيز اكبر. شوف اللقطة الماضية واللعبة اللي كأليك سانتا تسديد مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب تصدى لي حرفيا بالتفاق. هدفين من 15 تسديدة على المرمى. صراحة ما ادري كيف يعرف سانتر، بس يعني حسيت اليك سانتر بيسجل اهداف اكثر ما دام هو سجل في الدقيقة الرابعة. فحسيت بيسجل اهداف اكثر. يلا اوكي حاليا يعني سجلت هدفين في المباراة معي نفس الشيء كل شيء نفس الشيء. فيلا نتقدم. جاس
اوكي حيعدنا تمرين يلا حاجة جماهير ريال مدريد للأهداف كحاجة البشر إلى الماء فلنحرص على أن لا نشعر بالعطش اوكي نكتبينين ايه يلا نتوقع من كل عضو في هذه الأسرة الكروية ان اوكي فعلا ديك وانا كاتسي توتنهام في الشامبيونز ليج يلا ليتس جو للمباراة اوكي دخلية الملعب سانتياغو برنابيو ريال مدريد ضد توتنهام هوتسبر في سانتياغو برنابيو هذا كيف عملاق لأليكس هانتر اوكي و هذه مجموعة فيها سبيرز توتنهام واولمبيك ليون وايضا سبورتينج لشبونة بلعب ضد اقوى فريق في المجموعة يلا عندك سكيب ونلعب المباراة في دوري ابطال اوروبا مجرد مودريتش جارث بيل رايك عظيم لك عاد مرة ثانية وانتصار وثلاث نقاط تضاف الى الرصيد هدف وقت هدف
عادي ما فزنا في هذه المباراة، 5-0 فزنا فيها. اوكي يلا بعد انتظار طويل اخيرا جربت اللعب في دوري الابطال للمره الاولى. اوكي حاليا بكتب بقول اخيرا. لقد قلتها يا رجل، اخيرا. دوري الابطال هو البطوله التي يقدم فيها افضل اللاعبين المستوى الافضل لهم، وانا سعيد جدا بانني اخيرا حظيت بفرصتي لكي اقوم بهذا. تشعر بانك تنتمي الى هنا؟ هذا هو الامر، اؤمن بانتمائي الى هنا. شكرا اليكس. اوكي فحاليا خلصنا، فإلى أنا وصلت مقطع، أتمنى أنكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت وشير. كما تباركوا، مع السلامة.